سعد رمضان من استوديو لدغري على عادل كرم وعلى هيدا حكي. بعرف لا جد شو عرفك؟ بعرف ايه صح، كنت باستوديو هلا وخلصنا وجيت دغري لهون. شو الالبوم الجديد والاغنيه؟ ايه مفروض اخر اغنيه بالالبوم وهي حتكون اول اغنيه قبل الالبوم. يعني شوف هيدي الاغنيه من احب الاغاني بالالبوم لإلي، ستايل كتير برقص، اغنيه بس لتسمعها ما فيك الا ما تنبسط. غنية عرس، كلمات الشاعر الدكتور قاسم سليم والملحن ابن ضيعتي واخيرا يحيى الحسن. يحيى بيقول لي هلا اذا عرفوا ببرجة انه حاعمل غنية انه هيك حيعطلوا، يعني عطله رسميه هذه، لانه بعد 7 سنين واخيرا تعاملت انا ويحيى وتوزيع عمر صباغ. ناطرين عمل مغربي كمان، وهذا العمل اللي كثير عم هيك ناطرينه الناس، يعني لانه تقديم اغنيه مغربيه من قبل فنان لبناني رح تكون خطوه كثير مهمه، خاصه بالنجاح اللي عم تحققه الاغنيه المغربيه اليوم. اداني اعزاء من هذا الموضوع، يعني اليوم يا اما الاغنيه المغربيه بدها تكون هيت وتكسر الدنيا وما العازه. صح 100%. ليك الاغنيه حلوه والاغنيه كل حدا عم بيسمعها ان كان مغربي او مش مغربي، كمان هلا مجربها مع هذيك، صار عندنا 2 هلا. اوكي الاغنيه حلوه. هلا انا اللي خايفين منه شغله واحده اللي هي اللهجه اللي غنيت فيها. الشاعر بيقول لي انه غنيت من يعني بطريقه كثير حلوه وبطريقه انه عن جد ولا كانك لبناني، يعني كانك عن جد مغربي عم بغني. ان شاء الله يا رب اهم شيء الناس تحب هذا الموضوع. لازم نشوف حكم الناس هلا. صح حكم الناس بعد شهر تقريبا. ففراس الاغنيه هي كلمات الشاعر مصعب العنازي. انا بعتبرها هذه اول خطوه، لانه اول خطوه بالمغربي. كمان نفس الشيء وقت بدي اعمل اغنيه خليجيه كمان رح تكون اول خطوه. على طول اول خطوه لازم تكون ناجحه، لانه اذا ما كانت ناجحه بصير صعب لحتى ترجع تبلش من اول وجديد. فان شاء الله يا رب تنجح اهم شيء. صداقه متينه بتربطك باسميك سعد المجرد، بس يجي على لبنان دائما بيزورك ودائما بتزوره. اخذت رايه وسمعته؟ عرفت ما سمعته لانه ثاقبت هيدي الفتره اللي عم سجل فيها، كان بعد يعني وقت اجى اخر مره ما كان بعد واتساب. ما كنت ما سمعتوش اياه صدقني، بعد ما سمعته اياه. بس فكره لازم تاخذ رايه، يعني لازم 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 ذكرتني هلا لازم. ليش سعد ما يعني ما حكيت مع سعد المجرد وقلت له نقي لي اغنيه مغربيه على ذوقك؟ ليك يمكن تصدقني وقتها ثاقبت الاغنيه اللي عملتها مع مصعب العنازي، صدقني ما كنت حاسب حساب. يعني بيبعت لي على الواتساب مصعب العنازي بيقول لي اسمع لي هاي الغنيه، سمعتها كثير حلوه، وسام سمعها كمان كثير حبيناها. قلت له هيدي بدي اياها، ما كنت قايل انا بدي هلا نزل اغنيه مغربيه او شيء. فهيدي القصص بتجي هيك، وهيدا اللي بخليني انا هيك اشياء بتفائل فيها كثير، يعني عرفت كيف؟ بحسها لانه هيك ربانيه، يمكن ربنا بعث لي اياها للاغنيه.